صباح الخير عليكم البنات، صباح النور. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ويدخل عليكم ان شاء الله العيد بالصحه وبالسلامه وبطوله العمر وباش ما كنتمناو. ان شاء الله اليوم صباح ديال العيد، غادي نمشيو لدارنا نصبحوا عليهم ونباركوا لهم العيد، من بعد غادي نمشيو لعبوسي، نمشيو للقبور ان شاء الله نترحموا على عبوسي، بغيتكم كاملين تدعوا لها بالرحمات، لان هذا هو اول عيد ما كايناش معانا. فاي حاجه درتها اكيد هاد النهار غادي نشاركها معكم. راني درت البنات في الغوندالور وتسلم غير قفيتنات ديالهم. صراحه مشيت باش ناخذ لهم شي حاجه، ما لقيت لهم حتى شي حاجه، وهذوك القفيتنات اللي عندهم زوينين شريت لهم غير السنادلات والنظيمات وصافي، بقا ديتهم لهم ونبسلو لهم تيدوز ان شاء الله العيد وناخذ لهم شي حاجه. رشيد اهلا وسهلا، عواش لكم مبروك، عيد مبارك سعيد بالصحه والعافيه لجميع الخوت وجميع الحباب وجميع المغاربه والجاليه المقيمه بالخارج. سيد سكينة قنطانة بهذا الوباء، اللهم صل وسلم علينا هذا الوباء هذا، الله يرحم مواتنا كاملين وجميع المسلمين بالفتح، اللهم صل وسلم علينا هذا البلد. رحنا قنطانة رمضان وبقى رمضان عيد مبارك، عيد الله يدير شي تسوي الخير، الله يدير شي تسوي الخير، اللهم امين. البنات صافي، المهم كيما قلت لكم غادي نمشي عند ماما والوالدي، غادي نصبح عليهم ومن بعد غادي نشارك معكم اي حاجه باش نشارك معكم هكا الطقوس ديالنا نهار العيد. يعني عاديه غادي ندوز هكا كنزورو الاهل والاحباب وغادي نتغداو عند بوسي، ومن بعد غنشوفو في العشيه ندو البنات لشي بلاصه هكا. حقاش بصح حنا خدمنا رمضان كامل وسدان ما كنخرجو، الا انا الا مشيت كنمشي لدارنا وكنمشي عند بوسي صافي. المهم كيما قلت لكم غادي نشارك معكم اي حاجه، نهاركم مبروك وعيدكم مبارك سعيد، خليكم معايا. بغيت نقولي صباح الخير. صباح الخير، عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة والعافية وباش ما تفلسوا إن شاء الله. البنات كما قلت لكم راني جيت لدارنا، غادي تصبح عليكم ماما تقول لكم عواشر مبروكه. ماما السلام عليكم البنات، كي دارتم؟ مبروك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا بالصحه والهنا، وباش تمنيتو نتوما وليداتكم كاملين، واللي بغى شي حاجه الله ينولها له. اللهم امين، امو يخليها دايما ماما دايما البنات كاملين، الله يسهل عليكم الدنيا الصالحه، اللي بغات الدنيا الصالحه واللي بغات تجوج اللي بغات شي حاجه في بالها، الله يسهل على الجميع، نجمع الوليدات ان شاء الله. اللهم امين، اللي بغى شي حاجه في قلبه الله يعطيها لي. المهم دابا جيت لقيت الوالد ديالي هبط عند جداتي، دابا غادي نمشيو لعند لوستي، غادي نمشيو نترحموا على عكوسي الله يرحمها، ومن بعد غادي نكمل معاكم. المهم كما قلت لكم البنات، غادي نمشيو باش نترحموا على عكوسي، بغيتكم كاملين تدعيوا ليها بالرحمه والمغفره، الله يرحم جميع المسلمين ولا يشافي اللي مريض، الله يشافيه، واللي بغى شي حاجه في خاطرو اللي ينولها له. صراحه البارح تعطلنا شي شويه في الناس، ما نعسناش بكري تقريبا حتى الفجر، كما كتعرفوا الفرحه ديال العيد، ومشيت عند ماما. صراحه ما كنتش غادي نمشي، كانت بنتي تما كنت غادي نجيبها، مشيت وعاد صايبت لماما واحد الكيكه، صايبت لها الكاطو، وراكم عارفين صايبت البنات شعرهم من لهنا لهنا، والله العظيم الا حتى مول الفجر عاد جيت هنا يا جماعه الدار، قديت لهم حويجاتهم وما قديناش نوضو في الصباح، حنا درت العشره ما فطرناش من الصباح، قلت غادي نمشي عند ماما نفطر ومن بعد غادي نمشي للقبور، غنمشي عند لوسي باش نتغداو. ايوا صافي، جينا كما قلت لكم للقبور، ترحمنا على عكوسي وعلى شيخي وعلى لوسي الله يرحمهم وليهم برحمه الله كاملين. جبت البنات، انا صراحه كيعجبني هكا مره مره، ما كنجيش للقبور بزاف، ولكن راجلي مره مره كيجيب البنات باش يعرفهم بان الموت كاينه، وباش نعرفوا بان راه حنا حتى حنا واحد النهار غادي نكونوا في بلاصتهم. مسكينه عكوسي داك العام كانت معانا، واخا صراحه ما مشيناش في العيد، واخا رحنا في نفس المدينه، ولكن كما كتعرفوا هذا الكونفينمو هذا الله يرفع علينا هذا الوباء. وصافي صافي، هنايا القبور راه قريب للقصبه، غادي نمشيو لعند لوستي لان لوسي كان جا، وغادي نتغداو هكا ونجمعوا شويه، فخليكم معايا. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي بسليا، روفي يا الغزال فاطمه. مو
المهم هنا البنات احنا وصلنا لدار كوسي الله يرحمها، لقينا لوسي ووليداته كاينين. جبت في يدي هذيك الكيكه، دابا نشاركها معكم ان شاء الله. شريت واحد المول غزال ب20 درهم في واحد رشيمه زوينه، دابا نشاركها معكم. ما بقاليش الوقت حتى لجوج الليل، لان كما قلت لكم جيت معطله من دارنا. صافي هنايا غادي نوجدوا الغداء، كنت كندير شلاضه هنايا. لوسي راه دارت الدجاج بالضميره، غادي نقليو الفريت. الوليدات كيلعبوا كما كتعرفوا، ما كنتلاقاوش بزاف هكا في شي مناسبات ولا في الاعياد ولا داك الشيء. المهم غادي نحطوا الغداء كما قلت لكم. ما كاينش ماشي حتى البراني، غير انا وزعما وليداتي ولوسي ولوسي وصافي. غادي نحطوا الغداء، ومن بعد عاتو داك هي البنات ديال رمضان كامل رجع عليا والله العظيم. عاتو غير تغديت صافي جاتني الدوخه، ما قديت زعما نمشي لتا شي بلاصه. كنت بغيت نخرج البنات شي شويه، كنت بغيت ندور على هكا الحباب وداك الشيء مول الغدا مباشره باش يبقى ليا الوقت، ولكن ما قديتش. صافي هنا الوليدات راه كيلعبوا، من بعد غادي نتغداو وغادي نرتاحوا شي شويه، ومن بعد غادي نديكم معايا عند ماماتي هكا وجداتي ومولاي لو داك الشيء. حيار وانت مسليا روبي هالغزال فاطمة، ارحمي يا راحت لعقل ترحمي من شبهة تطال سقامي. كيف نبقى حيار وانت مسليا روبي هالغزال فاطمة، ارحمي يا راحت عقل ترحمي من جفاد طال سقامي. كيف نبقى حيار وانت مسلية روبي يا الغزال فاطمة، ارحمي يا رحت عقل ترحمي من جفاد طال. المهم كيما شفتوا البنات رحنا تكينا شي شويه حيت فريمون كاملين عينا. نضنا درنا قهيوه ودرنا هكا الكوتي خفيف، داك الكاطو راكم عارفين في الدار اللي دخلتوا لك تلقاو الكاطو والرغيفه. صافي هنا غادي نمشيو عند مولا لا وعند ماماتي باش نباركوا لهم العواشر، ومن بعد غادي نرجع معكم. المهم البنات كيما قلت لكم مشينا عند لوستي تغدينا، عرفتوا ما نقولش لكم جاتني واحد العيا نسمو الغدا. راكم عارفين العيا ديال رمضان كامل دازت عليا، وهذا النهار هذا ارتحيت شي شويه. من بعد جينا عند امي لالا ولقينا عمتي مليكه، بغات تقول لكم عواش مبروكه. عواش مبروكه وتعاد بالصحه والسلامه، باش نتمنيت ان شاء الله كل عام وانتم بخير. الغزالات ديالي صحابات بنت خويا الزينه. الله يخليك عمتي، عرفتي البنات هاد عمتي عزيزه عليا، عماماتي كاملين عزيزين عليا، ولكن هاد عمتي بوحدها حيت سبحان الله واخا زعما عمتي الكبيرة عقليتها باقا صغيرة، كنتفاهمو أنا وياها، كان زعما عقليتي قريبة لعقليتها. الله يخلي لكم والديكم، والله يخلي لكم معز عليكم يا ربي، والله يرفع لينا ربي هذا الوباء، حيت داك العام داز علينا شي شوية خايب. واخا خرجنا واخا هذا ماشي بحال اللي كيكون كتمشيو هكا عند حبابكم وكتبدلوا، ماشي بحال اللي كتكون الأجواء شي شوية هكا مزيرة. المهم غادي نمشيو دابا عند عمتي حفيظة، خليكم. المهم البنات كما قلت لكم مشينا عند عماماتي، من بعد هنا حنا غادي عند خالي، وغادي نمشيو عند جداتي وخالاتي. المهم راكم عارفين هذا النهار هذا هو ديال صلة الرحم، وخا صراحة راه صلة الرحم خصها تكون ديما، ولكن راكم عارفين الظروف والضغوطات ديال الحياة، كل واحد يعني مشغول في همه مع وليداته، خصوصا أن رمضان يعني الوقت مضغوط، يعني مكنلكش تمشي لشي بلاصة. أنا يلا كنمشي كيما قلتلكم عند ماما، ولا كنمشي عند بوسي وصافي، يعني مكنتلاقاوش بزاف، كنتلاقاو في المناسبات هكا. وراني عارفة صراحة مقصرين والله العظيم، راه الزمن ماشي هو الزمن، مبقاش داك صلة الرحم اللي كانت شحال هادي، مبقاش اصلا الجو ديال العيد والله العظيم ما بقى البنات بحال شحال هادي، كلشي تبدل، وخصوصا ان هاد المرض هذا وهاد الوباء هذا، يعني مبقاش الطعم ديال الحياة ولا الحلاوة ديال الحياة كيف ما كانت. صافي مشينا كما قلت لكم هكا، زرنا الاحباب يعني ما جاتش انا نبقى شادة التليفون، فين ما مشيت غنبقى شادة التليفون، راه ما جاتش الوقت اللي كتكون ملائمة ومناسبة، راني كنهز التليفون وكنصور، الوقت اللي كتكون ما مناسباش. اصلا كما قلت لكم هاد النهار عتي مدقدقه، طاح ليا واحد العيا واحد الضيم. المهم بغيت غير نشارك معكم هكا النهار ديالي، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، وتكونوا دوزتوا نهار العيد مزيان، وكنتمنى لكم كاملين اللي بغى شي حاجه ربي يحققها ليه، واللي في نفسه شي حاجه يا ربي تعطيها له يا ربي في هذا النهار. كنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وانني نكون
كنفيدكم بهذه الفيديو ديالي، وانني نكون يعني استفدت من شي حاجه في الفيديو ديالي، حيت فريمون راني كنحاول انني نعطيكم من القلب، وكنحاول انني نشرح لكم، تنحاول انني نشارك معكم اي حاجه. صافي هنايا غادي نرجعوا عند لوسي، لان لوسي كان مازال كاين، غادي نتعشاو من بعد غادي نمشي للدار. صافي هذا الشيء هذا هو اللي كان في هذا النهار، يعني ما كاين شي حاجه دو سبيسيال باش نشاركها معكم. فانتظروني ان شاء الله باذن الله البنات في الفيديو هذه الجايه، غادي يكون ان شاء الله واحد المحتوى اللي مختلف. غادي نحاول انني كما دائما انا كنحاول انني في القناه ديالي نولي لكم لي فيديو، ولكن ركزت لكم في رمضان على الوصفات ديال الطبخ. غادي نحاول ان شاء الله باذن الله، خصوصا انه راجلي بدا كيبان معايا وليديا، غادي نحاول انني ندير هكا لي فلوغ مع راجلي، نديرو تحديات، غادي نركز لكم على وصفات جميليه، مثلا وصفات ديال تساقط الشعر بالنسبه للرجال، ديال الصلع، ديال ازاله الحبوب او التبييض، يعني شي حاجات اللي يعني جربتهم ونجحوا معايا. فان شاء الله غادي يكون المحتوى ديال القناه من هنا الفوق غادي يكون شي شويه مختلف. ما تنساوش انني كنبغيكم بزاف بزاف، عيدكم مبروك.